بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل أن المسلم يتطهر في بيته، يعني يتوضأ ويلبس أحسن الثياب ويخرج من بيته جاهزا للصلاة، يعني لا يؤخر الوضوء الطهارة في المسجد، لا، الأفضل هذا الأولى. نعم. بلا طول مسلم وضوء كبيرتو عمالتو نطه اللبس يتساكهون ومنطات يغلطان المسجد مطو كمطو هاراتنا ميلو يمشي وهو الأفضل أو يركب با أقرو منطاتو يغلطان ويس با بمكنا بمقالو لكن يمشي بالسكينة في الحركات، يعني لا يأتي وهو يهرول جن برجعتا منطاتو سايفتن سايتشاكول يتشالن ولا مشمر ولا اندذيه يادرج منطاتهم تقبي أدلن بسكينة يترقع الجونيتا ولا يرفع الصوت مثلا يتكلم بالجوال سيمتا موبايل يتداو يدول منطات تقبي أدلن فإذا وصل إلى المسجد كمسجد بدرس ساعة دمو يقدم الرجل اليمنى في الدخول ويقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كمسجد بدرس ساعة كان يقرون ما سقبتنا كنبياتنا عليه الصلاة والسلام يا مسجد مقبيا دعاء ذكرات شمتاون مالتو تقبينه ويجعل الدنيا في خارج المسجد لا يدخل بالدنيا إلى المسجد دنيان ودهالا وطالر قومن تاتنا ميجبا مسجد هان قدو غارا ليجبا اي جبا يحرم البيع والشراء في المسجد كمسجد ما شاط مهانا مجزات يتكلك لنا صرف العملات ما شراف يتكلك لنا البحث عن الأشياء المفقودة الضالة كمسجد يتفاء كاكرت مهانا ما تايك يتكلك لنا الحديث عن السياسة سلا بولتيكا مسجد لا يمارات يتكلكلن سب الحكام بعل سلطان وشن مسجد يتكلكلن الغيبة النميمة عند ذهو سو مامات نقر ما السابق يتكلكلن اللعب في الهاتف بموبايل متجاوت يتكلكلن إذا دخل إلى المسجد يتقدم الرجل إلى الصف الأول لا يتأخر وده مسجد سقابا يمجمّر يا صفت لي مسلفه وطعم يتفلقنه ويد الصلاة قد أقيمت يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام على أي هيئة يكون عليها الإمام قائم راكع ساجد في التشهد الأخير سمعت مسجد في السجر كاقنية الله أكبر بلو مقبات الجبا ولكن إمامه بلبت بهاري عبرو مقاراتنا وممتا قنية ومقوم ركوع تادر رقو مع ركوع يدرك سجر كادر رقو باقنية وبهاري أدرك الإمام قائما أو راكعا تحسب له الركعة ومما أقنية درسبت ركوع من دادر رقا درسبت بعد ركعة يتحسب اللتالية زلتها وإلا يقضي هذه الركعة ركوعنا كيام كالاقنية يالفتشون ركوعو يستكاك لا تنستو يملا دخلت إلى المسجد وده مسجد قبع والصلاة لم تقم بعد صلاة سايقكم درسة ماذا تصنع؟ من دنهم يادرقون ده قبع تنظر في الساعة ساعة الملكات تلعب في الهاتف موبايل يتشاوتنا تتكلم استشالات الناس اللي كلين نقاقر عيب يا بطعم بيت مهم. من بيوت الله يا الله بيتنا تتقدم إلى الصف الأول تصلي ودى صف الأول مطوة تسلفهم مستقدم صلاة قرن إذا كان لهذه الصلاة سنة قبلية كصلاة الفجر تصلي سنة الفجر لما تتابع الصلاة قبلية قدما صلاة تالات عند صبح سنة يلا ما تطمس قدنا بيقبعه وإلا تصلي تحية المسجد ركعتين قبل أن تجلس
قبلية كلالات يا مسجد مقبية صلاة هلت شولت ركعة سجدو مكبت رب سرعته تقرأ قرآن قرآن يقرأ تشتغل بذكر الله تجعل مساجد عامرة بذكر الله مسجدون ذكر الله مذكريان أولاد رقم يقبوا قرآن يقرأ